السلام عليكم يا شباب، اللي ما اشترك يشترك ويعطينا لايك، اشتراك ولايك يا شباب، ودز المقطع لغيرك. اليوم بنلخص موضوع الدجاج البلدي كامل. الدجاج البلدي طبعا ياكل اي اكل، يعني مثلا تعطيه مثلا قمح، شعير، ذرة، عدس، خبز، اي شيء ياكله، خضار، تونة، رز مطبوخ، اشياء كثير ياكلها، يعني ما يختلف كثير عن الطيور، ومن الطيور اللي سلس في التربية، يعني يتعود على المكان، يعرف يعني الأماكن. مثلا أنا مثلا أنت جبت الحين في البيت وطلقت في الحوش، أنت تقدر تحدد له مكان النوم، وتقدر تحدد له مكان الفسحة اللي هو يطلع فيها، ما يتعدها خلاص. طبعا مكان النوم إذا بغيت تحدد له مكان النوم تحطه في مكان وتصك عليه لمدة أسبوع، ما يطلع من المكان هذا، ينوم فيه يقوم فيه، ينوم مرة ما يطلع أبدا، هذا المكان يصير تعود على النوم. إذا بغيت المكان اللي هو يطلع يتفسح فيه، تفتح له الباب وتخليه يطلع وتروح به لم المكان، تخليه هو يمشي وتمشي وراه لين يصل المكان اللي أنت تبغى يجلس فيه. إذا جاء المغرب قبل غيبة الشمس شوي ترجعه، يومين ثلاثة يتعود على المكان. ولكن الأفضل في الأكل، خصوصا يعني في شو اسمه، في الأكل، إنك تشتري له مشكل، فيه يعني يبيعون مشكل. طبعا سامحوني لاني اصور على الكاميرا عن بعد، في مشكل دجاج او مشكل حمام، اللي يجي معه ذره، حلبه، قمح، شعير كذا، وفيه العلف البياض. طبعا العلف البياض حلو ومفيد للدجاج، يعني مثلا تعطيه مثلا 4 ايام متواصل، ثم تفك منه وتحطيهم مشكل عادي او قمح او اي شيء، ثم من كل اسبوع تعطيهم منه، لان فيه بروتين عالي وفيه بعض الاضافات ما يصح يعني يستمر كامل، تستمر عليه وبس، لا لازم تقطع فترات كذا. والدجاج طبيعته يبيض البيض، طبعا معناه اذا بعض البيض مو معناته انه يعني حب المكان او انه يعني جاز له المكان، لا البيض يبيض في اي شيء. اذا بعض البيض عليك انت تجمع البيض وتحطه في مكان بارد، مو بثلاجة، أو إذا بغيت تحطه في ثلاجة حطه في علبة وصك وحطه في فوطة ودخله في الثلاجة، عشان ما يجي البرودة القوية اللي تخرب الصفار اللي فيه، علشان إذا بغى يرجل ترجع له. طبعا رجل الدجاج بتلاحظ أن الدجاجة إذا بغت ترجل أول شيء بتطلع صوت الرق، هذا معروف. الشيء الثاني أنها بتنعزل عن الدجاج، ده اللي تخف عندها فترة الشهية، طبعا لأنه فيه عقد عندها، إذا خلص البيض حقها خلاص تبغى ترجل، مستحيل ترجل وهي تبيض، هذه معلومة، مستحيل ترجل وهي تبيض ألين تخلص البيض اللي عندها. إذا خلصت البيض عندها قطعت، على قولتهم قطعت، ترجع تجيب لها البيض وتحط لها في أي صندوق. والأفضل أنك تعزلها عن الدجاج الثاني، لأن الدجاج الثاني كل ما يجي يبيض بيروح يدخل بيض عليها جديد، وهي ممكن تصير يوم 16 يوم 17 يدخل عليها جديد، ويبقى عليها 5 أيام تفقس، ثم يصير البيض اللي دخلوه جديد ما نامت عليه إلا نصف المدة وما يفقس ويفسد عليك. ولكن اللي مثلا عنده مثلا في مزرعة أو في كذا، هذا يعني أمره مختلف، عنده تراب والدجاج ينظف نفسه بالتراب عن الفاش وعن القمل وعن كل شيء. ولكن اللي في يعني في البيوت، يا يحط له السطل ويعبيه تراب ويخليها تقعد فيه، أو أنك كل شهر يبخها بمبيد حشري حق الطيور من عند البيطري، لأن لو جاها قمل أو الفاش بيموت الدجاج عندك، لأنه بدل يسحب دم منهم، والدجاجة في الليل ما تنوم وفي النهار ما تقوى لا تأكل ولا تشرب لأنها تبغى تنوم، ما نامت في الليل ويخرب عليهم الموضوع. ولكن التفقيس، إن جاء في البرد القوي بتموت الفراخة اللي تحت الصفر وما تحت الصفر، يعني في نهايات الشتاء، وإن جاء ناظر الديك يناظرهم من وراء الشبك، شكلي يقول ما خلصته، وش اسمه هي راح تكلمها الحين، تقول اصبر علينا. طبعا انا افهم بالاشارات، انا
وان جاء في الحر القوي ما انا ما انا ما كان عندي الفراخه الاولى ما بقى لها الاثنين الوقت الحالي ما بقى لها الاثنين بس عندي ثانيه راجنه ولعل الله انا لان انا اللي رجعت عندي ثنتين في صندوق واحد يعني ما نقول ان شاء الله انهم مفدسين. هو أهم نقطة بعد الماء النظيف طبعا الماء النظيف له دور ثم بعد ما تكبر الفراخ شوي طبعا أنا إلى الآن ما سويت تحصيل تعطيهم تحصيل يا عن طريق يا تحصيل بالثوم والليمون أو عن طريق البيطري اللي يجيك العلبة هذه أو مضاد واسع تعطيهم نصف الجرعة ويصير مثلا كل شهرين ثلاثة تعطيهم مرة تحصين على الأمراض بس أنا ما أعطيته بخصوص الجو حار يعني قلت شو اسمها خليهم فترة وخلي الفراخ الثانية تطلع وذول يكبرون شوي هاي في الليل الآن هم راجنين داخلين نايمين ولازم الموية ترفعها أي شيء يعني لو على حصات مو بلك لا لأن البلك ما تقوى الفراخة تشرب ترفعها على حصات تحط جنبها حصات عشان الفراخة تقوى تطول وتشرب من الماء لأن الماء يتوسخ بسرعة لأن الدجاج معروف باستخدامه في الرجلين في التفحيط بكب كل شيء في الموية بالرجلين وأعتقد أني أعطيت الدجاج حقه في المقاطع كل المقاطع اللي راحت عن الدجاج وبنبدأ إن شاء الله في الحمام وفي طيور الزينة هذه الفراخة بين الأول والثاني يمكن حول 10 أيام أو أكثر شوي أو أقل شوي ما حسبت يعني شوف الآن هو راقي على الحصات عشان يشرب يعني ملخص الكلام انك ما تحجر الدجاجه على البيض تقول الزامي ما في تدخل بشري اذا هي قطعت البيض وطلعت صوت الرق خلاص هي تبغى تنوم على البيض قبل هذه لا يمكن تنوم انا جربت حجرت الدجاج ما في فايده تصك عليه في صندوق تحط البيض عنده والاكل والمويه ما في فايده السلام عليكم.